متى يحق لي اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض؟ وما هي أنواع التعويضات؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لثبوت التعويض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا، بسعد جدا بمتابعتكم والأسئلة اللي بترد على الخاص، وحاضر للسؤال على أي أو للرد على أي سؤال في أي مجال من المجالات القانونية اللي بنتكلم فيها، أو حتى اللي لسه ما ذكرناهاش بعد. مش هضيع وقت حضراتكم، ناس كتير بتسألني إزاي وإمتى وفين أروح أطالب بتعويض. قبل ما نروح نطالب بتعويض لازم يكون عندنا قاعدة أساسية. ايه هي القاعدة الأساسية؟ لازم يكون عندنا خطأ، والخطأ ينتج عنه ضرر. أنا بحاول أبسط المعلومة بشكل بسيط عشان توصل للجميع. لازم يكون عندنا خطأ، ولازم يكون مع الخطأ نشأ ضرر، وتكون في علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر. يبقى يعني ما ينفعش ان ارفع دعوى تعويض بشكل عشوائي وبشكل جزافي لكون ان انا بدعي على اي حد انه سلك سلوك معين، والسلوك ده ممكن بعد كده ياخد منه او يقضى فيه جزائيا او جنائيا بالبراءة. اذن لازم يكون عندي خطأ، والخطأ ده بيسبب قلنا ضرر، وانواع الضرر متعددة. ضرر مادي، ضرر المادي ده ممكن يكون في الممتلكات، في الأموال، في الجسم، في الصحة الجسدية، دي تعتبر أضرار مادية. لما نيجي نتكلم على الأضرار المعنوية هي في الشعور، في العاطفة، في الاعتبار، في الشرف، في الأذى النفسي والحسي اللي بينتج عن أي خطأ يصدر من المتهم حيال المجني عليه. قلنا أنواع شروط التعويضات، لازم يكون عندي خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويا حبذا لو كان الخطأ ثابت بحكم جزائي. في أيضا تعويض عن العمل غير المشروع، في التزامات عقدية أو الإخلال بهذه الالتزامات الواردة في العقد قد ينشأ عنها أضرار. تثبت الأضرار دي في بمكلفة الطرف الثاني للعقد، العقد شريعة المتعاقدين، ممكن حضرتك تطلب بالتعويض بناء على ثبوت مخالفة هذا الشخص أو الطرف الثاني لشروط العقد. وفي النهاية الضرر تقدير التعويض ممكن بيكون في سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بإصدار أو بالحكم بالتعويض، ولا يجوز الاتفاق مسبقا على عدم أحقية المضرور في تقاضي التعويض. لو في أي سؤال أو أي استفسار حوالين أي نوع من أنواع التعويضات أو أي نوع من أنواع أو أي مجال من المجالات الدعاوى القضائية اللي بنتكلم فيها، أو حتى اللي مش بنتكلم فيها، إحنا حاضرين وتحت أمر الجميع، ودمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.